السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في برنامج الباوربوينت، وهذا اللقاء رح يكون رد على أحد التعليقات من أحد الأصدقاء الخاصين بالقناة والمتابعين للقناة. كاتب لي بالتعليق كيف ممكن نعمل بوسترات إعلانية شبيهة بالبوسترات الإخبارية اللي بنشوفها سواء كان للجزيرة أو العربية أو لأي محطة إخبارية بتنزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة بخبر أو خبر بصورة. اليوم رح نقدم يعني تصميم بسيط على القط يلي قبض عليه وهو يهرب المخدرات بأحد السجون، فخلنا نصيغ الخبر تمام عبر برنامج باوربوينت. طبعا الفكرة أنت بتحتاجها لصناعة أي خبر بتحبه أنك تقدمه لطلبتك أو جمهورك أو أنك تنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي للناس بالعموم، تمام، باستخدام صورة أو معايدة، باستخدام خبر معين، إعلان معين، أي شيء بكل بساطة. لكن نحن رح نشتغل نوعا ما شبيه إلى قنوات الجزيرة على سبيل المثال أو العربية، أي قناة بتنزل الصور الإخبارية، تمام؟ طيب، راح أتوجه إلى إدراج شريحة جديدة في باوربوينت. خلني أتفق معك أول شيء أنه أبعاد الشريحة راح تكون مختلفة، فلازم يكون عندي البوست مربع على الفيسبوك، فراح نتوجه إلى تصميم ومنختار حجم الشريحة ومن ثم تخصيص حجم الشريحة. راح نختار هنا على سبيل المثال عندي 50 ب 50، تمام، وأنقر على موافق ومن ثم تكبير. الآن الشرائح أو الشريحة صارت عندي إياها بمقاس 50 ب 50. رح نتوجه إلى إدراج، من أشكال رح ناخد المستطيل وبرسم مربع طبعا لأن الشريحة صارت عندي إياها مربعة على قدر مساحة الشريحة بالضبط، وبختار الآلة بدون إطار. نتوجه إلى إدراج مرة تانية، ومن أشكال مختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنقر مع السحب لحتى أرسم مربع أيضا لكن بزوايا مستديرة. رح نقلل شوي بهالمكان هون ليكون معي مثلا بهذا الشكل بالضبط. رح أختار الشكل الأول المربع الأول، أضغط كنترول وبحدد الشكل الداخلي، ومن دمج الأشكال خلني أختار الطرح. بيكون حصلت أنا شو على هذا البرواز يلي بنشوفه لأغلب الصوريات على منصات التواصل الاجتماعي. بنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الشكل. إذا حبيت تعمل تدرج لوني تمام لهذا الشكل، أو أنت تختار أحد الألوان اللي بتستخدمها بالهوية البصرية لألك، فاللوجو يعني بأي لون أنت بتستخدمه، فبتختار لون قريب من عائلة اللونية للوجو على سبيل المثال أنت بتستخدمه. خلني أختار على سبيل المثال الآن هذا اللون. راح نتوجه الآن ومناخد صورة القط المقبوض عليه تمام، وراح نكبر الصورة تمام بحيث يكون عندي ملء الشريحة. طبعا أنا ما لقيت جودة أفضل هي الصورة، فلهيك سامحوني تمام على الجودة المستخدمة، تمام؟ طيب، الآن رح نختار نقل إلى الخلفية، نقل للخلفية، وبنختار اقتصاص لحتى نحن نقص من مساحة الصورة على يعني قدر الشريحة بالضبط، تمام؟ طيب، خلني أحرك لهون، مثلاً أنا محتاج يكون عندي الصورة بهذه المساحة، وبننقر على اقتصاص مرة تانية، تمام؟ الآن رح أتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح ناخد شكل المستطيل، وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل في هيدي المنطقة التحتانية من الشريحة. بختار الآلة بدون إطار شكل، وبنقر باليمين، ومن تنسيق رح نختار تعبئة متدرجة رح يكون عندي إياها بلونين. اللون الأول هو نفس المبدأ حسب العائلة اللونية اللي بتستخدمها، أنا رح أشتغل على اللون الأسود تمام، والتاني عندي أيضا لون أسود. اللون العلوي رح نعمله شفاف بنسبة 100% لحتى نحصل على هذا التدرج ويكون عندي الخبر مكتوب بهذا المكان. رح أنقر وأسحب للأعلى لحتى نحن نزيد بالكثافة اللونية بهذا الشكل بالضبط. طيب، نفس المبدأ بنقر عليه وبتوجه إلى نقل إلى الخلفية من قائمة التنسيق، لكن هو رح يكون معي وين؟ يعني خلف الإطار لكن راح يكون أمام الصورة. الآن راح نأخذ الخبر الموجود، هذا هو الخبر، راح أخذ كنترول سي، بنجي لهون بختار كنترول زائد في، تمام يا أصدقائي. خلني أختار اللون الأبيض لحتى النص يكون واضح معانا بهذا الشكل بالضبط، وراح أبحث عن خط الجزيرة. طبعا لتحميل الخط، الرابط لتحميل خط الجزيرة أو خطوط الجزيرة راح يكون موجود معنا بصندوق الوصف إن شاء الله. راح أختار الجزيرة، خلني أكتب العربي الجزيرة، هذا هو الجزيرة، اختاره، هذا هو خط الجزيرة طبعا، تمام. راح اختار ضبط ونصغر المسافة ونكبر حجم الخط شوي حسب المساحة يلي راح تكون معانا، واللي يكون معاي بهذا الشكل يا اصدقائي. هذا الخبر تمام، يمكن لو كبرناه كمان شوي تمام، ونختار تباعد الاسطر بقدر سطر ونص مثلا ليكون مقروء واضح
بشكل كامل. رح نضع النص الآن بهذا المكان والنص أصبح مقروء بشكل جميل على الصورة. في عندي الخبر الرئيسي رح يكون معي هون، بتوجه إلى أدراج وبنختار من الأشكال مستطيل وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل عندي بهذا المكان. التعبئة خلنا نختاره التعبئة مثلا بهذا اللون وبدون إطار، تمام. ومتوجه إلى أدراج ومن مربع نص رح أرسم مربع نص هون، تمام. ومكتوب على سبيل المثال القبض على قط يهرب المخدرات، هذا العنوان الرئيسي للخبر، تمام. خلني أختار اللون الأبيض، بختار محاذاة إلى اليمين، وكمان رح نختار نوع الخط، خلي كمان نختار الجزيرة، هيدي عندي خطوط الجزيرة مثل ما أنا شايفين، رح نختار البولد مثلا هاد ونكبر حجم الخط شوي. طيب وكلمة القبض خلينا نميزها، نختار كنترول اكس نميزها، يكون عندي اياها بنمط لحال وتمييز لحال، تمام، مثلا بهذا الشكل، تمام. بختار كنترول زائد دي، بكرر الشكل ونكتب يعني القبض، كلمة القبض لحالها تكون مميزة بهذا الشكل، نكبر حجم الخط، تمام. وخلنا نختار الألم التنسيق، نختار تعبئة الشكل، خلي يكون معنا مثلا من نفس العائلة اللونية أو من أي لون آخر، يكون الخبر مميز يعني، تمام، ولا يكون مثلا بهذا اللون. وخلني اختار توسيط للكلمة، هذه الكلمة الرئيسية، تمام، نضعها بهذا الشكل تماما. الآن بإمكانك تضيف اللوجو بهذا المكان، خلنا نتوجه إلى أدراج ونضيف اللوجو وبرجع لكم مباشرة. بعد ما ضفنا اللوجو خلني أصغر اللوجو شوي المساحة اللي عندي إياها، ومن اللون خلني أختار أحد الألوان يكون عندي يعني أوضح، واللي يكون معي مثلا هذا اللون، تمام، بهذا الشكل، يعني مثلا مين الجهة المقدمة هذا الخبر أو الراعي لهذا الخبر بهذا المعنى يعني، تمام. طيب بتوجه إلى أدراج ونختار أيضا مربع نص، تمام، وخلني أرسم مربع نص بهذا المكان. طبعا الخبر جاي بمنطقة اسمها بنمام، تمام، ببنمام، فخلني أختار الموقع هون كمان نفس المبدأ، تمام، يكون معي الخبر بنفس المنطقة، بمعنى الخبر هذا جاي من أي منطقة، تمام. طيب أختار توسيط بولد ومنكبر حجم الخط بهذا الشكل يا أصدقائي، تماما. طيب ونختار له أيضا من تنسيق، نختار تعبئة يكون عندي مثلا باللون الأحمر، رح نضيف إشارة اللوكيشن بهذا المكان حتى يدل على الموقع أنه هاي الكلمة تستدل فيها على المنطقة راعية الخبر أو الخبر اللي صار فيها. رح نتوجه إلى أدراج وبنختار أيقونات، ونتوجه إلى فئة الموقع، رح ندور على فئة الموقع، هيدي هي فئة الموقع، وخلني أختار إشارة الموقع وأنكر على أدراج وخلني أختارها باللون الأبيض، تمام، وبسحبها على هاي المنطقة بالضبط. الآن بكل بساطة الخبر صار جاهز للنشر، بتوجه إلى ملف وبنختار حفظ باسم، ومن ثم استعراض، بنختار مكان وليك سطح المكتب وبنكتب عنوان للصورة، ومن النوع بجي بختار JPEG وبنختار حفظ، ومن ثم هذه الشريحة فقط، تمام. الآن احنا لو صغرنا هذه هي الصورة، صارت الآن جاهزة إلى النشر على منصات التواصل الاجتماعي. بكل اختصار احنا فينا يعني نطلع أخبار أو نطلع يعني أي شيء تحب تقدمه، لكن بصياغة تكون جميلة كما هو معتاد الآن على منصات التواصل الاجتماعي، كيف ممكن تنزل الأخبار المصورة بالعموم، سواء كانت عندك معايدة، خبر معين، إعلان عن كورس معين، هدية معينة، عبرة معينة، أي شيء، فابتعد عن البوست المكتوب أو النصي، لأن الناس صارت تلتفت إلى الشيء يعني المرئي أكثر ما هو يكون نص مجرد فقط لا غير. أتمنى إن شاء الله بيكون بهذا اللقاء البسيط قدمت لكم شيء جميل ونافع، ولا يكفيكم تكرما الضغط على مفتاح اللايك والدعم بالتعليقات والاشتراك بالقناة وتعمل شير لهذه الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله.